نتناول الجزء الأول التعريف للتداولية ونشأتها، الجزء الثاني نصوص مباركة من القرآن الكريم في عام التداول. للغة كما نعرف جميعا ثلاثة وجوه: المعنى والنحو والصوت. المعنى الهدف من اللغة إننا نتكلم لكي نعبر عن أفكارنا ومشاعرنا عبر جمل غير محدود عددها. تتألف الجملة من عدد من الكلمات، لكل لغة عدد محدود من الكلمات. يتناسب عدد الكلمات في كل لغة مع المستوى الحضاري للناطقين بها. ولقد مر على العربية حين من الدهر كانت فيه من أغنى لغات العالم في عدد كلماتها. الوجه الثاني النحو وبضمنه الصرف، ينظم حركة الكلمات في الجمل لكي يمكن الجمل من التعبير عن المعنى المقصود بالشكل الصحيح. ثم يأتي دور الهنود وغيرهم. غير أن أول دراسة حديثة للمعنى ربما كانت عام 1923 عندما أصدر أوجن وريتشاردز كتابهما ذائع الصيت The Meaning of the Meaning، معنى المعنى. وعندها اكتسبت دراسة المعنى اسمها الجديد سيمانتكس، والتي ترجمت إلى العربية علم الدلالة عام 23. يعرف جورج يول علم الدلالة بأنه دراسة معاني الكلمات والعبارات والجمل، وفي كل تحليل دلالي هناك محاولات للتركيز على ما تعنيه الكلمات عادة وعلى المعنى الموضوع العام مع تجنب مناولة المعنى الذاتي أو المحلي. وبما أن المعنى جزء من اللغة فإن علم الدلالة جزء من اللسانيات. يقول السليمان أستاذ جامعة الموصل معروف مصباح السليمان، يقول السليمان بما أن المعنى العام الخام، معنى العام المادة الخام لعلم الدلالة، فإنه يغطي تشكيلة واسعة من الجوانب اللغوية، وإنه ليس هناك اتفاق عام عن طبيعة المعنى ولا عن الجوانب التي يغطيها هذا العلم. بقي علم الدلالة الحقل الوحيد المختص بدراسة المعنى حتى عام 1938 عندما ظهرت التداولية مع رائدها تشارلز موريس، الذي قسم السيمياء إلى النحو والدلالة والتداولية، مؤرفا هذه العلامات أو الأصناف بقوله: النحو العلاقة الشكلية للعلامات مع بعضها البعض، والدلالة علاقة العلامات بالأشياء التي تنطبق فيها، والتداولية علاقة العلامات بمفسريها. أوستمان وحدة التحليل في علم الدلالة المعنى، أي معنى الكلمة أو العبارة أو الجملة أو التركيب الأوسع، ووحدة التحليل في التداولية وظيفة اللغة. لتوضيح الفرق دعنا ننظر في هذا المثال الذي أردته في إرسال الكتاب، مع هذا المثال بالذات. هناك حصان في الحديقة، ربما مر عليكم تهتم التداولية بحقيقة أن الحصان موجود وأنه حيوان موجود في الحديقة، بينما تهتم التداولية بالمعنى الذي يقصده المتكلم، ربما يقصد تحذير الأطفال، ربما يقصد سرقته،
تدرس الدلالة إذن المعنى العام الثابت المشترك لكل السياقات المحتملة، وتدرس التداوية الهالة التي تحيط بالمعنى الثابت والتي تتغير مع تغير السياق. وبسبب حدية الخلاف بين الدلالة والتداولية فقد قامتا بإجراء بعض التنازلات بهدف التقارب. ظهرت في العقد الأول من القرن الحالي صيغة دلالة تسمى الدلالة الشكلانية أو الإنوية Minimal Semantics في العقد الأول من القرن الحالي. تدرس المعنى بموجب السمات الشكلانية للغة بشكل مستقل عن السياق. إنها تدرس المعنى الحرفي متجاهلة بعض العوامل، بعض الجوانب الدلالية مثل الاستعارة والسخرية التي تتبلور كما تقول بورغ بعد تحديد المعنى الحرفي. لتحقيق هذا الهدف أو هنا تعترض التداوية قائلة أن بوسعها أن تحل محل علم الدلالة الأدنوي في دراسة المعنى. لتحقيق هذا الهدف عددت التداوية العامة نفسها في العقد الأول أيضا إلى تداولية ثنائية تحاول أن تتبنى بعض العناصر النحوية والمنطقية من علم الدلالة الأدنوي. تدعي التداوية الثنائية أن التحليل الأدنوي أو الشكلاني الخالص ليس عملياً في دراسة اللغة. إنها سميت بالثنائية لأنها أقرت بالادعاء الشكلاني أن للمعنى صيغة منطقية لا تتغير بتغير السياق. لهذا تكون لإدراك المعنى مرحلتان: المستوى المنطقي والمستوى السياقي. وهذا يشمل التدريب بين ما يقال وبين ما يقصد، إذ يستفيد المرء مما يسمعه لإدراك المعنى المقصود. لهذا فخلافا للدلالة الأدنوي الذي يذهب إلى أن إدراك معنى الجملة يتم كليا عبر السمات الشكلانية فقط، تؤكد التداولية الثنائية أن إدراك المعنى يتم عبر اعتماد السياق مع الاستعانة الجزئية بعض السمات الشكلانية. يمكن القول إذن أنه بينما يخصص علم الدلالة الأدنوي كل جهوده لمعاني الجمل ومعاني أجزائها، فإن التداولية الثنائية تقصر جهودها على التواصل الناجح عبر التفوهات. إننا نسميه علم الدلالة الأدنوي لأنه ترك التواصل لغيره. أعزائي الحضور، إن النقاش النظري لا يصل بنا إلى نتيجة واضحة بلا أمثلة. لنأخذ أولاً هذه الآية المباركة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما الذي سيقدمه علم الدلالة الأدنوي في تفسير هذه الآية؟ من المحتمل أنه سيقدم معنى واحدا للصلاة لله سبحانه وتعالى لملائكته وللذين آمنوا، معنى واحد. أما التداولية الثنائية فسوف تأخذ الواقع بنظر الاعتبار، مقدمة ثلاثة تفسيرات لهذا اللفظ. إنها ستقف مع العلامة الطباطبائي في قوله: صلاته تعالى انعطاف عليه بالرحمة، وصلاة الملائكة انعطاف عليه بالتزكية، وهذا كلام الطباطبائي، بالتزكية والاستغفار، وصلاة المؤمنين دعاء للرحمة. إن تفسير الطباطبائي أفضل من تفسير شيخ مترجمي القرآن الكريم إلى الإنجليزية عبد الله يوسف علي، الذي يكاد يكافئ صلاة الله بصلاة الملائكة، فيقول ما معناه عبد الله يوسف علي:
إن الله وملائكته يباركون للنبي الكريم بصفته أعظم البشر، ومطلوب منا أن نبارك له. ويعرض المترجم شاكر تفسيرا مماثلا فيقول ما معناه: إن الله وملائكته يرسلون تبريكاتهم إلى الرسول. أرسلوا تبريكاتهم. أما ترجمة المنتدى الإسلامي فتقول: ما هو أكثر دقة من علي وشاكر. لا، ترجمة المنتدى الإسلامي: الله يمنح تبريكاته للنبي، وملائكته يسألونه أن يفعل ذلك. يا أيها الذين آمنوا اطلبوا من الله أن يمنحه تبريكاته. هذا ضيعت الفعل عليكم السلام. بسم الله بكم. نرحب بسيد عميد كلية التربية أستاذ الفعلاء أستاذ الجازع. هذا ويرد الفعل ظن ثلاث مرات في الصفحة الأولى من سورة الجن. في الصفحة الأولى فهو يرد بمعنى اعتقد خطأ في الآية، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وفي الآية أيضا اعتقد خطأ، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ويرد بمعنى تأكد. لاحظ في الآية الأولى والآية الثانية معنى اعتقد خطأ، في الآية الثالثة في نفس الصفحة بمعنى تأكد. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هنا يمكن القول أن الدلالة خلافة التداولية لا تستطيع تحديد معنى ظن في هذه الآيات الثلاث. التداولية تستطيع ولا في الآية: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولا يجدوا عنها مصرفا. المسألة الثانية في هذه الآية أنها تحوي ثلاثة أفعال في صفة الماضي، وتعجز الدلالة عن تفسيرها. وبأخذ السياق بنظر الاعتبار فسوف تجد الدلالة نموذجا حيا للبلاغة القرآنية في الإشارة إلى المستقبل بصيغة الفعل الماضي، مما يعطيها حيوية الحركة لأروع صورها مقارنة باعتماد صيغة المستقبل. كأن نقول: وعندما يرى المجرمون النار فسوف يظنون أنهم واقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا. إن استخدام صيغة الماضي للتعبير عن المستقبل أمر مألوف في القرآن الكريم، صيغة بلاغية كريمة. فنقول في سورة الزمر: أفعال ماضي تقصد المستقبل. ونفخ في الصور فصعق من في السماء ومن في الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. السؤال الآن: كيف ستجد الدلالة طريقها في بيان أن الفعل الماضي في هذه الآيات يرمز إلى المستقبل؟ التداولية بالتأكيد هي التي ستوضح هذا الترميز بأخذ السياق بنظر الاعتبار. إن لجوء التداولية إلى السياق لا يعني أنها تملك العصا السحرية في تفسير أي آية تواجهها. لنأخذ هذه الآية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة. من الواضح أن قلوبهم من حصة الختم، ختم الله على قلوبهم، وأن أبصارهم حصة الغشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. لكن ماذا عن سمعهم؟ هذا ما تعجز كل من الدلالة والتداولية عن الإجابة عليها. ماذا عن سمعهم؟ ختم الغشاوة. إننا لا نجد جوابا عند الطباطبائي الذي يكتفي بالقول أن فيهم حجابا يحجب الحق عن أنفسهم، تفسير غير موضوع.